السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيلم جديد حماق مسطي ديال بصح. ولكن قبل ما نبداو نخليكم مع سبونسر الفيلم ونيكسبيت. ونيكسبيت هي واحد بلاتفورم اللي كتخليك تربح الفلوس بطريقه سهله عن طريق تشجيع الفرق، ولكن من بين الشروط ديالها انك خاصك تكون فوق من 18 سنه. غنخلي لكم الكود برومو ديالي ونبغيكم كاملين تستافدوا منه، وفي صندوق الوصف غادي تلقاو ليا اللي نبغيكم تدخلوا ليه كاملين وتدخلوا الكود برومو باش تستافدوا. وحد سعيد للجميع، يلا نبداو الفيلم. تريكس بطبوط وما اكفس تريكة فات الحومة، خمسة دلخوت الأم ديالا والأب الله يرحمه مسكين. هادي رجاء جنية بصفة إنسانة كتبان بعقلها ولكن شيطانة. هذا البوري تاجر لكن ماشي في المعقول، في الحرام أعشاب والأدوية. هادي إكرام شفارة وطلابة كتموت على العملة الصعبة. هذا هو النيرو متدين ديال العائلة صلاة والعبادة. وأخيرا زريقة المشاغب ديال العائلة اللي كيعرف يدير والو من غير المصائب. هادي مي الزاهية هي اللي سايقة السفينة الوحيدة اللي كتقضي عليها. أحبس يلا قولوا معايا، أقسم بالله أقسم بالله ما تقيسوا اللحم تنفرقوا عليكم، ما تقيسوا اللحم تتفرقوا علينا. بسم الله يلا. بسم الله شوية الوالدة كياكل في اللحم، لا تخرج عليا. وانا درت معاكم زوين نقصت عليكم هذا الهيش، وكولي غير بشوية العقبة لك حتى انت تطعن ان شاء الله. الله اكبر شكون ساقها ليا كوكو؟ هو دمو زايا قبيله كينقص الطوحه. شتي؟ بهاد العين. واخا انا نمشي عند مو دابا نقولها ليها. والله الا بنين هادشي واعر عندك الحاجه، ما ضمرتي من نجي عندك. زاهية زاهية أمال كاين حاجة فاطمة؟ ولدك سرق ليا الكوكوط من مرقتها وخلاني بلا غدا. ويلي على مسخوط الوالدين، دارها تاني بالهبيل. هاد المرة اللي جا عربها بالسناسل. هذاك ما كيقرش فيه السناسل، كتصلح له عبشبش، ومن غيجي إن شاء الله غادي نتهلا فيه مزيان. الله يعاون. سلام. صافي عشية، على مولانا نتسناك في العشية. يا خويا راس. واش بصاني يا خويا؟ هذا الدواء ديال الراس. اخويا اش غادي نقول لك، ما كاين لا ادويه دابا لا اعشاب، حتى العشيه صبر عليا اخويا. واه عندنا اخويا الدخان مجبدوب دابا بالدواء. شنو خاص؟ سيجار؟ صافي العشيه راه ندا. صافي دوز عندها تلقى كلشي موجود. يلا تشلع الشيء. خويا رايده فين الشيء؟ وانيا الله يحفظك. واش الشوار اخويا رايده غتداونا؟ حتى الغدا، حتى انا ما كاينش تلاقى صاحبي الشركه اليوم دايره فايش، خايبه نجيب سلعه. دخل لعندي الشوار والسيناريو، معايا الفعاله ديالها صاحبي. لا صاحبي دخل لعندي طاول تعيط. حتى ديما تدير معايا الفعاله الكار وصاحبي. ماكشيش غاوش اصاحبي الشركه، مالك رايده؟ ما تصلحش معاكم هذا الشيء. وحال على هذه يا عم. لا سير بحالاش.
شي حشمو كاع انا والله الا تبارك الله عليكم الكلمه هي الكلمه 24 ساعه هي 24 ساعه ايوا راه احسن سيرفيس المغرب تبارك الله لكم عندي ما يتسالكم عندي برا وليت كليون في دال ديالكم في ما احتاجت شي حاجه راه غنصوني ليكم مرحبا على الراس والعين المهم خليك على راحتك دابا يلا الله يعاونك بسم الله خواتي مالك خواتي اللونة قالوا يفطاش مع شي حد خواتي صافي ما تخاف خواتي عارف نشنفريها اللونة وخاص غير هو حار خواتي جي شي 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 قلت شي انت حار حار الله خايبك جا ريح اخي حتى هي القريطة ها ان شاء الله بغى شي حاجة جوج دراهم صافي جوج دراهم وانا خايا نمشي امنيت مازال ما تصطرتش ليا على دخونه نمشي نفنيه اليوم وي شوف قصدك شو خويا فنيه وسير الحبس فاش غتخرج تلقاني شي واحد الجميلة انت غتفني وانا غنحكم الكارو عندك الزال خويا ما تكيفش اما كون كميت كلشي كون انا نمشي الماكلة شنو دابا اخاك بغيت قصة شعاية خير هذا شنو دير اخويا هذا اخوك انا يا صاحبي ضربك مرة اخرى اخاك شقاش تزيد معايا في الهضرة تنقطوا على صاحبي ربي اللي عالم بيا قارو ما عنديش حنا خوت صاحبي خيرك جاي نضربك خيره ما عادش عاد واش طرا شي واحد خيره يا صاحبي عارفنا السحبين شي راه خويا صاحبي ما بغاش نخرج معاك اللعيبه خاين تم غادي للحبس على الخاوة خيره يا اسمح لي صاحبي تنش اسمح لي يا خويا عارف بلي يا خايب اسمح لي بزاف انا خوت ماشي هاك شعل خايبك يا الله الله يعافيك خيره يا شعل 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 اخاي اشنو دير شعل تقربكم يا خاي نمشي نشوف الله يعفو عليك خيره زباني ولي وكلي وابرو سخوبا السلام عليكم السلام عشير واحد رايدا ما كاينش رايدا مشي للقوية طيح بطانة وعلى فعل وعاد خليش هو قبيلة هنا خليش هنا جا واحد خون شي نبقى عليه ويمشي يغوني معي الله يدير صافي يكون قتلو دابا وتا يدوز دابا خلى خوه هو الحاكم الكاروة دابا بغينا شي باكية باكية عشير يشتريه الله يمن حيدك عليها تاع الحزاوية صافي باكية بجوج دراهم اه بغيت شي خليه خوده بغيت شي خليه نكونوا فاهمين صافي انا ناخذ هذا صافي جوج دراهم ماشي هاي داك اللي جوج دراهم افيا صافي صافي تاع الله عشير الله يشاه راه داك يخرج يكون فرحان بيا خلى الرجوله حق من الكعوة شتوين فينك صاحبتي انا حدا الطوموبيله كنتسناك دابا ما تعطليش عليا زينب انا متحومتك ودبر عليا ما عنديش ما عندكش حتى عندك الميني كوبرك تقول لي ما عنديش وطلق على التليفون وعقلها اكرا ناري هذا عندك شي ديكلاري بيا وشوفي لا بغيتي ديكلاري ما ديكلاريش عند امي الزاهيه سير ديكلاري في الكوميساريه ما شريتش لك صداع مع امي الزاهيه انا ماشي زينب هاد الكارو مكمله من الصباع بايع مع كليين واحد انا نبغى نزول انا فين هاد كمسخوط؟ واش ما مسخوط؟ تيك تشديتي واش ما تشديتش اسي ما تشدو خويا ويلي ويلي خلينا يسخونا وفرحان زعما شكون طيح شي بطانة شد 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 طيح بطانة هاك بعينا تقول ماشي راجل بيع وشراي بيع لي وناقصاني هنا باكية يا صاحبي وما قلتي لي بغا شي حاجة جوج دراهم جوج دراهم قلت لك الكارو صاحبي ماشي الباكية كاملة كارو واحد جوج دراهم كارو بجوج دراهم انت بيع لي باكية جوج دراهم دابا نخويا اش اليوم ولدك غنقتلو تقتلو مالو اش دار ليك وخليتي امي في الكاريطه تبيع لي الكار وجي تلقاتو بيع لي باكيه بجوج دراهم واش هادشي اللي كيقول بصح امي دابا هو قال لي حدا لي الكاريطه وقال لي بغيت شي حاجه بجوج دراهم وفاش بعت باكيه بجوج دراهم باغي لها من عندي تشوفها امي وانتيا علاش خليتيه يبيع باغي تعلمو التبزنيز الله يرضى عليك هاد وين الله يرضى عليك بزنيز امي اصلا انت ديما تجي منو وهاد الولد عندك راه مبغاش يدير عقلو وقول لي يفوتني عليه ولا غادي نقطع عليه العصب ديال رجلي هاي 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 ولا عندنا هنا كيكو بش 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 هربتي وبلاتي عليك الله يرضى عليك امي انت ضرب عليا خدوي مالك انت بيع لك ديش بزنس ياك امي لا ماشي على وديت البزنس على وديت الماكله اللي سرقتي للمراه الله يرضى عليك امي الله يرضى عليك امي شد جبتيها في عظامك وليدي الله يبيعك يا ولدي الله ما يعاونك الله ما يعاونك
شفاف عليك عاوليك راه هو اللي خصو يتهدى انا ما عرفت كاع غادي معاد نسخط الوالد مالوش دار عاوتاني راه ملي قبيله هرب مشى لعند الجيران طلب سرق لهم الكوكوط انت علاش كتسرق الكوكوط لا كان ماشي الجوع خويا كيفاش صافي الوالد ما عنده عقل ما عنده عقل صافي الوالد صافي انا ندي معايا الجامع حضره جايه اسكت ودي تسال هاي الضغطي نوت كاع نوت نوت بلاك هاك يلا سير ابي انا ناري هاد الولد غيحمقني غيخرج عليا لا اله الا الله محمد رسول الله الو رجاء وي دنيا صافا عليك بخير الحمد لله بخير وانتي صافا وي حبيبتي تا انا الحمد لله صافا بخير قولي لي بغيتك نخلي لي ميساج واتساب باش نسوني عليك شنو كاين اه راه بغيت نسولك واش نخرج اليوم مع حمزه ولا مع بدر شوفي جاك الصراحه بدر عنده غاموطو يضربك غير البرد شوفي حمزه عنده الطوموبيل تمشي مرتاحه صافي فكره زوينه اللهم الطوموبيل ولا الموطور وشوفي كيفاش ديري معاه واجو خرجوني معاكم واخا انا غادي نشوف كيف ندير ليها ما تخميش يلا حبيبه باي باي واخا حبيبه ديالي يلا بسلامه سلام اوف اوف اخويا خليت على الجامع ملي وجيب لي من هنا ما فهمتش انا الجامع احنا غنمشيو للجامع صبر نديو الموطور باركين ونمشيو واش ديري من هاد الموطور هاد الموطور ديالي شفرتي انت اسمك شفرتو انا كنشفر هذا ديال الخدمه عطينو ليا باش نخدم به ومباك خويا داك احلى اللي يخدم خويا دا يبدا يدبر عليا غندبر عليك الا درتي عقلك وندي عقلي خويا والله غنكمل بالخير قول لي هذاك مو عاد صحيبك اه مالو با خدام فهادشي ديال الايكوميرس ياك اه خدام فهادشي ديال الايكوميرس البيع والشراء ما عرفتش شنو هاد الشركه اللي خدام معاها انا راه كتعاون هادشي ديال الايكوميرس وزعما فيش راه كدير ماساج فابور روتور فابور اه تبارك الله وكثر من 15 الكوليه في ستوك كتكون فابور واي لويعه ايوا شنو كنخدموا مع 350 وجهه ولا طلعت لك دابا ماشي الا الكولي ديالك ما تخافش حنا كنتكلفوا بكلشي وكنعوضوك واي لا بلان ولا بغيت نتواصل معاهم عندهم شي لعيبه واش نقولك عندنا سونتر دابيل كيتواصلوا معاك حتى كتوصل الخدمه ديالك والله يا شبك الله هذا شي افيغ عرفتي فاش غادي نقول ليه يعجبو الحال وحق الله ايوا قولها ليه ولا بغى النمره راه كاين بزاف ديال الامتيازات اخرين ديك الساعه يعرف كاع التفاصيل وصافي عرفتي يا خويا ديك انا فاش نكبر عندي هادشي الايكوميرس ونخدم مع هاد الشركه ديالك تخدم مع الشركه ان شاء الله يلا سيدي غير كبر وقرا مزيان وديك الساعه عندك انا الشركه بيدي وتسني الكونطرا ديالك داك الشيء بالكونطرا بالكونطرا وكلشي قانوني راه خويا ديت الطول عندي العاقل زيد قدامي نمشي يلا زيد موضي بعدا طلع 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 اين بعدك باش نكملو في الصباح هذا خويا كتشدرا ما راه خايد ديك الباكيله خديتي مع عند خوادري اه كي درتي لها خويا كتشدرا ما غادي الباكيله خديتي مع عند خوادري دابا خاي شنو ما عرفتش حنا الباكيه انت دايلي على واحد حماق اصبعو خدم عنده باكيه بجوج درهم كامله اخويا دخل الحمام ماشي بحال الاخر واش عطيتو عطاني من الاخر دابا خاي ما تتعاملش انتيا كيفاش نتعامل وترجعي الباكيه خاي تكسرني انايا خويا رضا الله يجعل الغفله ما بين الشاري والبايع ما عندك كي ندير لك بغانك من فتات حراسه خاي رضا بلا ما تحمل السر عندك خوك الحماق وليت فاسله معاه سير خاي عندك ويلي واحد بيع ليا خو حمق مسطي وشي طلاشة معايا باقا ما كاملش كاع مرحبا اختي دابا انا ساكنه في واحد المدينه وجيت لهنا وعند صاحبتي حنسراتني ها لا ممكن تعطيناها فلوس ترونسبور فلوس ترونسبور كل حاجه والمقابل ديالها شناهي كل حاجه والمقابل ديالها سمحي لي جبد 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 اللي عندك جبد 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 اللي عندك لق عرضك التليفون جبد داك المدام انا عطيك انا عطيك انا عطيك يلا نصل وسبت حركة المرة نوريك المقابل كي داير المقابل
كنطلقوني عليكم في هاد البلاد. الله يتق التحرش يمشي. ابو الله صدر صدر فين ياسن تحط هنا وبيت اللهم قالوا كان بدو مصلحه مصلحه يا ويلي هذا مالو وستمية شوف خالد راح ما عادش كل الدم اصلا هذو خلينا نحبيهم الله يلحشهم عليك وبيت اللهم قالوا شي لا حول ولا قوه الا بالله عرفتي فاش فكرتني هذه لقيتي نهار سرقوا لنا الحوايج في البحر جينا حفيان وعريان وراه هي هذه احنا دابا غادي نحفيان على الدار ما الا الشوهه هذه شوف شوف واحد السيد راه تيبيع شي صناد الحاطم تما ويمشي والله الا انت ستروا يلا يلا نمشيو ناخذ شي صنداع اجي واحد يجي شي شي سمية 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 عباد الله سمية السلام عليكم السلام السلام عليكم كاين شي سندات ملاح؟ مرحبا عمي موجود الخير ونحسبهم لكم نتوما مدومين ها؟ عاوتاني هذا اييه وشوف شوف لا عجباتك شي حاجة شوف شطابة؟ سنداتك هذي لا إله هي أرا نشوف والله حتى هي هادي خليت امك حدايا في الجامع اش كدير انايا ولد الحرام بلاتي بلاتي انت هو مول الفعله يا ودي يا ودي ومصلي حدايا انت اش من مول الفعله انت اش الله يلقى لكم دعوا بكم الله يا مسخط الوالدين يا شفاره جماع جماع هادشي جماع نديو موليهم جماع سير عبد الرحمن ريس الدار مالك مالك عم سخوط اش جاتي تاني من المصيبة حصلت يا ولد الحرام اليوم نشفع لك شتف عليه مالو كاشا مالو اش دار ليك انتي اش من اش دار وانتي راه شويني معايا عباد الله واش رديتو يصلي معايا في الجامع ولا رديتو يشفر الصنادل انا عارفه ولدي ما يشفر الصنادل كيشفر غير الماكله ايوا غا باش تكون في خبارك الوالده ولدك راه ولا كيشفر حتى الصنادل واليوم غنصندل والدي والدي الولد شي تيقول هذا تيعيوك الولد شي تيعيط تيعيطني وانت ملي مشاك للجامع كنتي موطي بعدا لا والله ما كنت موطي وداني مصوت مصوت والدي ديال الايتام وانت واش تهبيل داي معاك هاد الهبيل في الشرط شنو هاد الشيء هذا مركر هذا والوالد حتى حنا ما ديناش يصلي دينا غير جلس في الجامع يشوف الناس كيصليو ويتخشع شويه السيد صدق خلانا تبدينا الصلاه هو يا بنت جمع كاع الصناد الوزاد باش عرفتي يسرق اخويا الصناد ولدي ما كيسرق الصناد كيسرق غير الماكله باش عارفي ولدك مكلخ فين كيبيع صنادل حدا الجامع ما يطيحوا فيها غير الناس ديال الحومه ومني جيت لعندهم صحاب لهم انا اللي صيفطت اشفاهم وشوفي دابا هاد ولدك هادي اش غندير معاه دابا تعطي ليا نسلخو ولا باغي تسلخو واش نوريك دابا زيد عندي قالك غير بيت الله حتى هو ما قلتيش ها دوي هو ان شاء الله اللي غادي يخرج فيك واليوم غادي اسمع دابا لتحت باغي تيدوري من قبيله ضربي شويه لفوق لي وغنختار لك ها هاي 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 لا على اللباس وفين غادي بالسلامه مالك يا ماما لبسه عاديه وانا خارجه غير مع صاحبتي شوفي انا ما عنديش البنت اللي كتخرج بهذا اللباس ها وخوك هاني ودي يمشي معاك ولا يا ماما شحال فيك ديال التعقدات صافي اللي بغى يمشي معايا يمشي معايا شنو هو يمشي معاك والله ما تدبر علي الا مشيت معاك بالله شنو هو تدبر عليك وبان لي تحشتي بشمس ما عرفتش ما عندك صنداره ولا عندك دوبيرنا صافي يا ماما غير بعدي منه الا زيد قدامي وندبر عليك ها هو دابا دويجي شي انت يا الوالده وك شحال من رزق شو هاد مسخوط الوالدين ما بغى يحشم اسمح لنا عمي الدوت راك عارف داك البر واش راك ما كيحشمش والله كون ما كانش على وجه الحاج الله يرحمه والله تين الدين ما فين يتربى فين يتربى واش هو بير وغادي واش يسرق صنادل من الجامع وما عارفش باقي صغير وحشومه هادشي والله الا على وجه الحاج سير اوليدي سير الله يرحمه سير ماشي مشكل سمحوا لي سير بلاتي انت هاكي هادي غتقضي معايا واحد البلان يبقى بيناتنا بلا خبر الدار مرحبا نقضي هو البلان عاد تيجي عندي واحد السيد كنعرفو بالطوموبيل وغادي نمشيو للكافي شناهو تجي للكافي وطلبو تماك شحال حنا ماشي وجيل شاك بيفطر بلاك الدين علي واش ما تعرف يمكن لاش نعرفو الاول ما كنعرف ودابا حنا ماشي لجيتنا بنفسنا كنعرفو السيد عادي نمشيو غير للكافي وما كاينش كافي ما كاينش السيد نقول المهم سيري وما تعطليش يا اخت فوق على بشار الله يلا نحام سوكر وخا حنا وجيل ولكن الله يرجو
السلام عليكم الوالدة. سلام ورحمة الله. جاي زعما بلا صداع بلا مشاكل، ما تابعك شي مصيبة كحلامة ولا ما تابعني حد، ما تنغوت من والو، ودات عقلي. ودابا نشوف. ودابا شوفي شوفي بعدا شكون تيصوني لي. تحكم. السلام عليكم. قالوا الوليدة حداك البعلوك. وحدايا شنو بغيتي؟ وصيفطيه ليا دابا يضرب معايا واحد البريكول. اشنو البريكول هذا؟ وبريكول عادي يا الوليدة، وفيك تسوال بزاف. هاي على فيك تسوال بزاف. وتجي لالا ونوريك. وفين بغيتي نصيفطو لك؟ وقولي لي انا غير في الكوان، راه هو عارف البلاصة. وصافي ها هو جاي، حيدي عليا. هاي الوليدة شوفي انا مشيت، الله يفاسك يعاونك. بغيتي ويلا معايا نضرب واحد البريكول. ودي اش هذا البريكول؟ نمشيو نطلبو. نمشيو نطلبو شي صافا باولي ميك، وحنا يا وجيل تنخدمو بدراعنا تنجيبوها بدراعنا. ودابا زيد تمشي تضرب معايا البريكول وتنغدا وخدم على دراعك وهز مدينه انت ديك الساعه. زيدي يلا وزيد تحرك قدام. وانا ما فهمتش غادي نطلبو بهاد الحاله، ما بغاش تفهم ليا. انت همك هاد الحاله هذا. يلا واحد جابها الله وخشي تنزلو كاع على واحد الهوجه. ولا تنعرف تيفي جمال. شد الو فريد، شنو درتي لي في ديك السلعه؟ صافي كلشي واجد. يا لا حفظك صافي، صيفط لي اخي فلوس دابا في كونط، دوز لي في كونط خليك عندنا صافي. الله يحفظك. انا ستسالني خصني نعطيها فلوس دابا. السلام عليكم اخويا. واخا دبر علينا اخويا، عرفت شنو ما كان. الله يسهل عليكم، كثر تشوف هاد البلاد هادي. الله يسهل عليك، انت ملي تنسعاوك حنايا. تيجي لنا راه كينسعاو، اش كنديرو؟ فو طيحت علينا الدل. نسعاو اللي يسوى ولا ما يسواش. باش غادي يقدم. وعليكم السلام. اختي واخا دبر علينا باش ما كان. مرحبا ياسين، راني عافاك واحد 200 درهم الصرف. خالتي طوقيني شويه. وهي كنت تحشم ولا شنقول لك تنحشم انا؟ انت انا بقيت غير والله ني شي غنمشي للبابا دائما نلقى الاولى نقول لهم يزيدونا سن الرضاعه. وعندك امك نصب عليا فاطمه نعلا عام والله حتى الاولى اخي ما تعذبوا بيا او عصبوني. واش ياسين ديما راه دابا يلا نشوف كيفاش نتحركوا باش نجيو نتفلي. متلحرة من برا واش طيع لي 4000 ريال اليوم ما عادش دونك. ماما السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك بنتي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. بغيت نهضر معاك ماما في هذا الموضوع. ياك مال فلوس ثاني؟ لا ماما ماشي فلوس. واش الموضوع زوين؟ الله يكون الله يجعل الخير. امين. انت منتي واحد ولد الناس تعرفت عليه. إيه؟ قال لي بغيت نجي لداركم. مرحبا بيا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. ولكن عرفتي يا ماما واحد الطليبه عافاك. ما هي تا؟ ضليا مع خوتي ما يحشمونيش قدام الناس، راك عارفه خوتي. كوني هانيه من هاد الناحيه. ياك ماما. كوني هانيه بنتي كاع ما تخافي، ضربي عمر راسك. الله يسعد عمرك انت. الله يخليك. الله يرضي عليك يا بنتي. امين يا ماما. الله يسهل عليك يا بنتي. الله يسهل. الله يخليك لي يا ماما. الله يسهل عليك. يا ربي تسهل عليهم، يا ربي تطبيهم، يا ربي تجعل لهاد ولد الناس فيا الخير. وإكرام الله يجعل سيدي ربي يرد بها يا بنتي. الله يجعل رد بها يا ربي، ترد بها يا ربي، ترد بها وتهديها لطريق المستقيم. راه قهراتني ديك البنت. سمعوا يا لكم ساخيت الوالدين، غدا ان شاء الله اختكم غايجيو الخطاب. يا ويلكم يهضر فيكم شي واحد، يا والديكم تنبشبشكم كاملين. يلا كل واحد يشد بلاصتو ونعاد. وانا ضد تقعدوا، واليوم الخطبه ديال اختكم. وما ان حنا ديما نبقاو نوضوا مع 8 الصباح، ما لنا في التجنيد اجباري اموي. الواليد انا نايض دابا. نوض نوض خويا داي رفيق. وكلا امين. الو امين. وي رجاء انا قدام الباب.
صافي غير طلع ها تركي تسناوك داكوغ واخا هاني طالع يلا مرحبا بكم. ترحب بك جنان لاله. كنقدم لكم وليداتي، هذا ياسين الكبير. هذه اكرام بنتي. وهذا رضا ولدي. هذا ولدي انس لوكال. مشرفين الحاجة. المهم لاله حنا راجعين طالبين راهبين بنتكم لودنا امين. مرحبا سيدي، إذا كانت بنتي موافقة، حتى حنا موافقين كاملين. والوالد، أنت كيفاش كاملين؟ وبلاتي أنا باقي عندي واحد السؤال. مرحبا خويا سول. واش كتصلي بعدا؟ والله يهدينا، مرة تنصلي ومرة ما تنصليش. يا ربي تسمح لي. شناهو الله يسمح لك؟ وما كايناش هاد الهضرة ما كتدخلش ليا للدماغ أنا، إلا بغيتي أختي غتولي تصلي. واش مرحبا ولدي، حتى حنا ما كرهناش نتناسبوا مع عائلة محافظة بحالكم. وبلاش يا الوالد، راه أنا عندي واحد السؤال. هيا على الأسئلة، ولو عندنا هنا الأساتذة في الدار. لا 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 يا خليها، سولي كيما بغيتي يا بنتي. وقول لي يا بعدا، عندك شي اراضي، عندك شي مشاريع، عندك شي فلوس؟ الحمد لله اختي، عندي الدار ديالي، عندي الطوموبيل ديالي، وعندي المشروع ديالي اللي كيدخل ليا واحد المدخول اللي هو مزيان. ومزيان انا بعدا الوالده راني قابله. مرحبا بنتي. وحتى انت ولدي عندك شي سؤال؟ مرحبا. قول لي يا بعدا، تتكميت تدير شي حاجه ممنوعات، تاكل شي حبوب ولا والو؟ لا لا خويا، انا خاطيني داكشي. شنو هي خاطيني داكشي؟ انت راه خاصك تولي دير انا داكشي لما نبيعو. واخا سيدي، الا كان غير على ودي تراجع غنتبلا وسيدي هاد البلية. اويلي هاد مسخيت الوقت غنخرجو عليا. المهم سيدي الله يرحم الوالدين، نكملو نكملو. امال انا ما نسولش الوالدة؟ وخلي الفنيكيس يسول. الفنيكيس ايوا سول اوليدي الفنيكيس سول. قول لي يا خويا، ياك انت ولا عندك مرسيدس كحله اكباش معاك رجاء الباح؟ لا خويا، انا ما عنديش مرسيدس كحله، عندي بيجو كحله، ولكن انا ورجاء هضرنا الباح غير في التليفون ما تلاقيناش. واقيلا تغلطت لي المرسيدس مع البيجو. واقيلا انت كيفاش المرسيدس ولا البيجو؟ انت قول شنو كاين اصاحبي. خويا وين هبط تعبني يقول لك كلشي. دابا قول شنو كاين. انا نقول لك الباح قالت لي امك خرج مع خزك، وخرجت معاها وقالت لي شوف عطاتني فلوس بزاف، فلوس اخويا بيضا، وقالت لي ما تقولهاش للدار. لقد دار الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. ونوض ولدي نزهقوا، شنو تريكه جايبنا ليها؟ ايوا الفنيكيس فرقع غمانه. هو هذا جاو لدارنا وما ديت لهم والو، وتباع كوم. واش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الاحمق حماقي، انا بالي بالي الاحمق حماقي.